لأن اكس بس تمام. نزلت ستوري، ها حطيت الرابط الجديد، حطيت الرابط الجديد في البايو. حطه يلا خلني بنزلهم اقول لهم جو. اعطها دقيقة زيادة مشاري ليه؟ صور بس نتأكد انه شغال. شغال بث عندك؟ شوف ترى ادخل حطيته في نفس القناة، ادخل نفس القناة تيك، ادخل على الرابط اللي حطيته. اي انا من عند من جوالي شغال ترى. شوف ايه، تمام مضبوط مضبوط، اشتغل عندك خلاص. بزر قلم جو. الكنانات بتبدأ الحين، الأمور طيبة، يقول إن شاء الله. البث كويس، أمورك زينة، تمام. وبسم الله الرحمن الرحيم، توقعاتك يا عزوز. والله شوف كلان اكس معروف ولهم قصور بكلان والله ادري شو اسمه دقدق ذا ايه بس اكس قد شارك اكثر مرة وقد مرة اكثر مرة شفته في بطولة ثانية ستون كويس بس نبي نشوف ان شاء الله يعني جولة حامية باذن الله يلا، ان شاء الله ما عاد في شيء هي. ان شاء الله زي جولة امس كلان بهار وبعصة والله انه ممتع مرة ما كان ودي تخلص ابدا. طب انا جاني حدا خطف فيك. اوكي مو مشكلة مو مشكلة ارجع بس ما ادري يحطني كام مرة ثانية ولا لا. عادي انت كم عند سوف ما ادري نكو يرقى طرول قادرين بالعدد 4 4 انقصوا اوه كان هيكس عم تقدم بالعدد تساو تساو يا عيني قفل الراوند من بدري والله الغدرة هذه ضبطت يو يا بشاري لو انك موجود تشوف الحين جاي ان شاء الله. الله نسوف مدري نكوف هذا اشتغل اشتغل في البي شغل جنون زين في الماب لكن حلوة قاعد اشوفها في البث حرفيا. اي لكن دفتهم
حموها على طول لاني عارفين في شيء مدروس معروف عندك لنا. انا ارجع جو انت اطقها مباشرة. والله ما ادري حاليا عندي التحميل ان شاء الله شريت. هل في تقطيع من ناحية الهوست عندهم ولا تحس كلهم كويسين؟ لا 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 زين احس الوضع اوكي. خلني اشوف البنك عندي هوستهم حليو. اهم شيء دعم. اوكي حطني كام على طول؟ واحد على واحد. تمام حلوين. كلان اكس عندهم راوند جمهور الراوند الثاني ولا يعادلون لان دقدق. تمام بس كاتب مره كويسه. الحين واحد ضد واحد، واحد ماسك بي من الجهتين والثاني قاعد يدور في الاسبوع. رجع اخذ البوم قاعد يتاكد ان ما في احد. كويس شوف عنده يو اي في بس اخذ البوم ويمكن يفعل ويضمن. اي بيروح للاي. طبعا الطرف الثاني متوجه للاي من ورا. شوف كيف الطرف الثاني توجه للنص. توجه للنص يتقابلون الان. يتقابلون الان تفضل. ايه اوه صادع. واضحه جميل لعبه حلو واضحه يا عيني. تك تكها زين ما نزل على البي على طول طلع مره ثانيه من فوق عشان يصيده وصادع. صوتك بالبث عالي ولا كويس؟ صوتي انا؟ ايه صوتي في البث عالي ولا كويس؟ اعلى من عزوز؟ لا لا انا مقصر سماعتي عشان ادري تجيني. صوتي عادي؟ عالي؟ لا يقول كويس الصوت. لا يكون مزعج كلام. لا 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 انا مقصر سماعتي خاف انه ينقص عرفت؟ لا لا هذاك فلش الحين صار في خلط. اوه بشوا كلاني اكس. واحد من جاب لايتنج. اوكي جاب لايتنج و115 على النست. لا كذا في حماس شوي. اوه تنتفوا كلان دق دق. اتوقع بيحاول يضمن النست اكثر من اتوقع اي شيء ثاني لو يلقط له اثنين. اوكي شافه مكانهم. ذكي تصرف سليم ما نزلها الحين بيبش عليهم. بش عليه اثنين يا ساتر يا ساتر. حلوه هروبه. الحين مضطرين يشيلونه لو مات واحد منهم ضمن النست والراوند يعني اتوقع 2-0 وبدري على النست صراحه. نشوف هو كم قاتل. اوه 8-0. يعني شوف يا حبيبي نزل اللايتنج على البوم اذا فعلوا يشيلهم الاثنين يجيب النست. هل تتوقع راح يفهم؟ جاب النست. جاب النست خلاص ضمن النست خلاص ما يبي اكثر. هو يضمنون الراوند عشان يصير الراوند الثالث مصلحته. بس حرفيا اللي اشوفه يعني عزوز نظامهم نظام اي اكس في البشات افضل من دقتي صراحه. بشاتهم فيها تيم شوت عالي جدا. اما احس كلان دقدق احس انه لعب عشوائي لعب فردي تقريبا يعني. ايه كل واحد ماسك جهه. يعني افضل لقطه للحين اللي سواها التيم شوت على خير صح انه لقط واحد الا ان الثاني شاله. لكن شوف دفاتر الحين. شوف دقدق الحين ماسكين الدوار وبشوا دقدق. اوكي صادوا واحد والحين متقدمين على الويندو حقتهم يمون على اللوبي وهم في رسبونهم بشيء غريب. اوكي الحين خمسه ثلاثه. يو اثنين لعب. لا دقدق تسحسحون.
ايه بدوا يعرفون نظام لعبهم الحين، خمسة كاملين يمشون تيم شوت مع بعض، ما حد راضي يخلي الثاني. و راعي كلان اكس قاعد ياخذ لفة كبيرة، يبي يضمنهم واحد واحد، لكن اظن ان كلان لكن جايين مع البي اثنين بيمشون مع بعض. يضمنون اتوقع يلعبون على المضمون، ونعرف مكانه حاليا. بشعل الاول وصاده دار الاول تراجع. كان حلو، كان ممكن يقدر يشيل اثنين، لكن ما حل الخطا وما بقي سبب. شوف الكل كام يدلك على بشت كلان دق دق. شوف هنا الكراوت صراحة كلان بدأ يستوعب نظام لعب الثانيين، بس هم في ورطة الحين، هم خاصة معاه لايتنج ومعاه نست. صحيح، هم يحاولون يضمنون الثلاث راوندات قبل. ايه ابطل كام يا طويل العمر، السلامة على لايتنج. نزل لايتنج، سلام. هل تسيبك فيها؟ قال من عاد ما شاء الله عاد للأسف لايتنج بلا فايدة. الحين قوتين مسكين نص لوبي، صار ثلاثة حرفيا، صار الحماس كله في اللوبي. طريقة تروّل بروتكشن دمجة مليون. حلو بشته، حلو بشته، لكن قراها الخصم. شوف رجعوا عليه، في واحد عارفه انه في سبوت. والحاله ورطه قدره. سلام، اتوقع الراوند هذا خلاص راح يفك سنايبر نست ويفعلون. اتوقع اذا كان لهم الاتاك اتوقع يفعلون على طول مباشره، واذا كانوا ديفند راح يخلون النست شوي ثم ينزلونه وقت متاخر اكبر وقت ممكن. لكن اللي اتوقع حاليا 60% و 70% من كلان ايكس بياخذون النقطة الأولى من ناحية الجيم. اوكي، الاتاك لكلان ايكس، نبي نشوف اتاكهم، نبي نشوف راعي السنايبر نست. هل راح يتصرف؟ الاتاك 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 الخمسة في البي مع مولوتوف يا عيني. رقم واحد هو ضمن واحد، خصمه نزل، خصمه الثاني نزل، والنست الى ما نزل. اوكي نزلها، نزلها تو، نزلها هذه نزلها. يبي يضمن على العدد نقص 4 على 2. الماب فيه مره زبنات كثيره للبيوت. الان افضليه لدقدق لما نشوف انه سحب واحد من عند ري عشان اشيك على بومي ثم يعطيهم مجال. علون هم مفروض 2 اي و2 بي عشان يضمنون عدم التفعيل. شوف الحين بشوا على اي كلان. اوكي اتوقع يقول له فعل. شوف الحين بلا فايدة. دقيقة كأنه دقيقة دقيقة وشو؟ شوف الصورة اللي رسلتها لك بشاري. تمام. ادري اتوقع ان الجيم هذا لصالح انا متعدلين، بس الافضليه لكلان اي اكس متقدمين باربع اشخاص على ثلاثه. فبرايك انت يا عبد العزيز كيف تشوفه؟
والله كل شيء متوقع ترى. اللي امس انا اللي شفته بعصه وبهار يعني خلاص ما عاد اقدر اتوقع اكثر. كل اللي صار ما كان متوقع. انا اقول لك ممكن اي شيء يصير حرفيا. واخذوا الجيم بلان والله دقدق صراحه سوى انجاز. نزل عليه لايتنج، نزل عليه سنايبر نست، الا انه جاب 3 راوندات. هذا ماب اي اكس صح؟ ايه يلا نشوف الحين ماب دقدق. اوكي، هل تتوقع راح يختارون سلمس ولا ارسنال؟ على لعبه ماذا اتوقع سلمز يناسبهم ويناسبهم برضو ارسنال. عاد على حسب عادي تجي شطحه جنجل يعني. ممكن والله. اشوف انا عيد صراحه يعني امس قلتها في بث جرين لايت، قلت متوقع ان يختارون جنجل لان كان نظام لعبهم الكلان منافس اللي هو انزكس، كان نظامهم مسكات فكان كلان جرين ممكن كان فيه شويه توتر، فقالوا عشان نفك التوتر ونضمن الراوند نلعب جنجل اللي هم يعني الماب اللي من بعيد عشان يقدرون يدقشون او يتعدون ياخذون نقطه يستفيدون. ايه اللي صار في جولة امس جرين وانزكس اللي صار اتوقع سوء ترتيب من كلان جرين. مو متوقع الا هذا 100% الكلام. عدم تفاهم في اعضاء الكلان يعني صدق خلى في موضوع تعرف القروشة اللي مو قادرين يرتاحون في اللعب، مو معرفين وين يروحون وين يجون، ما في تخطيط عكس. لا بس انا اللي شفته امس كلان انزكس عندهم التيم شوت موحد عكس كلان جرين اللي هو واحد يطلق على ثلاثة. مليون حدث خطأ في التطبيق التالي يا رب بعفوك الله. حصل خير يا بوي. والله انا تعبت. الماب هذا من افضل المابات اللي تلعب فيها بلس حرفيا ميليشيا، لان اي سلاح ممكن تلعب هنا. شوف اي سلاح من ناحية الاسلحة اللي هي سولت رايفل، لكن كاسلحة صغيرة ما اي الا اذا كان مسكات اللي هي الكنيسة قصة اي ممكن. اللي اخذوا النقطة اللي هم كلان دي اكس صح؟ اي الحين جيم واحد عندي اكس واكس حاليا الاكثرية لهم 3 اشخاص على شخصين. بقى واحد ومفعلين بوم. يدفز خويه يكفر. يطب خويه يطب. اوه يا عيني خليه البوم يدفز. حيو اكس ميخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اكس ميخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحب تسولف الاخ يا امي؟ صوت يا عبد. جود مره مقصصت اللعبه. ازين والله، انا حاط الصوت كله عليك يعني انا اسمعك زين واقدر اسمع وش تعلق وش تقوله، لان الظاهر اني بيجيني حدث خطر في التطبيق كثير فبكون مستمع لك اكثر. عرفت يا ابوي؟ حصل خير يا ابوي. 1-0 لك لان اي اكس واحد من كلان دقدق مفكي. لا تحرك كويس. اوكي كم يلعبون؟ اوكي يلعبون 5. اوكي ياخذ الاول. هذا انا بديت ادخل عاد. يا رب فلحق على المتعه. على كلامك انا احس ان في شويه متعه في الجيم.
ماسكت بي شنيعة الصدق مرة. يو 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 وش قاعد تسوي يرحم أمك؟ وش اللي صار؟ يا ساتر ساري شفت اللي صار؟ لا والله ما مداني ما لحقت. والله يا جاك أربع سلايدات زي اللوت. من أي كلان؟ كلان إي إكس هذا السيرف اللي معها. لا إي سيرف اللي معها. Always with starts. أقول لك سو هذا. هذا الكل كام نفسه؟ حي نوار التصويم. أتوقع هذا تصدق؟ لا هنا لقط واحد هنا. بعدين رجع بيلقط اللي وراه. شوف هنا هذا. قد الفاتني. لا اللي سواه يمين بالله شوف لو انه شبك الكف الثاني خلاص تمام. حط على كلان حط على كلان دق لانه هو الكلان اللي ناقص نقطتين. خلينا نشوف نظام تقسيماتهم كيف. الروندين سو كلها حط عليهم انا. اوكي كلان دق كان بيسوي نفس حركة اي اكس. هنا اكس متقدم باثنين على واحد. مع ان هذا ما بدقدق يا اخي غريب. ممكن تقسيمتهم كانت عكس تقسيمه كلان اي اكس فصار في مشكله. الحزم يحاولون يفكرون خارج الصندوق هذول عرفت يجيبون لهم خطه جديده لان الوضع اذا انت تعودت على حاجه واكتشفت كلان ضدك نفس الحاجه ما تقدر تعدي فهمت. لا انا شفت حركات واحده هذا قاعد يجمع على الشماين من شو اسمه هذا يا عيني. نشوف هذاك وين قريب من بعض. هذاك باش على الاي من ورا وهو بيبش من ورا بعد ولا بيمش من ويندو. اوكي دام الباب اللي ورا وهو قاعد يفعل شافه ينتظر يكمل تفعيل شاله ذكاء يضمن يو اي بي مره تستمتع بتابعة اللي يلعب مخ اكثر من يلعب مهارة. كيف لو جمعت مخ ومهارة ينهيهم والله حرفيا ينهيهم اي تيم ما يقدر واجهه. شوف هنا 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 دفتهم جميل لكن حسيت ان فيها ارتباك والله. شوف يدفون من هنا اثنين ومن النص ثلاثة لكن تلقطوا في النص. نوار موجود اطلع هذا يلعب سكار. اوكي الحين في عندك كلان ساري ارفع صوتك شوي يقول يلي قط قولك على طول لا تقدر الحين يلعب يعني. فيكس يلعب سنايبر. شوف بدر اتوقع لك عشان ناوي يفجر اليو اي بي والان ما لقاها. بدر ايش في سحب عليه؟ دمجه خلاه ون شوت. اوه شال خويه بسنايبر اوه خويه مجمع. اوكي سنايبر نس مره ثانيه. اوكي فيها الحين اللعب معليش احس فارق المستويات. اذا الكلان جاب نس مرتين احس يعني متقدم من ناحيه ال ما اشوف انه في فرق مستوى ترى كثير. لا بس اللي قاعد من ناحيه التخطيط اللي قاعد اشوفه انه كميه التوزيع في الجيم اكس قاعد يفوز بالكميه هذه حق التوزيع بس من ناحيه مواجهات فرديه لا احس انه مستواهم كويس كلهم. ايه مستواهم واحد يعني لما تشوف باقي واحد من كل الكلانين تلاحظ انهم كلهم نفس اللعبه ونفس التحركات او يب. نفس النظام. ايه النتيجة الحين 2-0 لكلان اي اكس. الماب عندي اي اكس الحين وهم متقدمين بنقطتين فلازم يضمنون النقطة الثالثة عشان يضمنون جيمهم. بروتكشن حول هنروح نحول له. وعليكم السلام والرحمة. هلا حبيبي
يا خوي كلام دقدق، عطوه هوست عطوه هوست. لا 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 لا، هذا اللي كاتب اي هوست. ايش رايك انت من ناحيه الكلان؟ يعني هل تشوف روح رياضيه ولا تحسهم في حقد ببعض؟ لا ما اتوقع بينهم، ما مره ما اتوقع الشيء ذا. مره انا احسهم مره منظمين وفاهمين ايش قاعد يسوون. ان شاء الله عادي يكون ماب، يعني فاهمين التيمين. ما ودي ماب يكون فاهم لتيم واحد عشان يكون في حماس للجيم. ميليشيا صراحه كلان اكس مره مره يعني سوى اشياء في ميليشيا غريبه، 4-0 كذا مباشرة ونست، هذه قوية. والله بس إن شاء الله نشوف ردة فعل من كلان دقدق. أتوقع يعني نظام لعبهم في فكر، فهمت؟ في تنظيم، ما أدري يعني. طب الحين مين هذا؟ أي كلان؟ كاين إكس إكس منظمين، منظمين مرة جدا. يعني أحس إن لهم صالحية. خلينا نشوف إيش قاعد يقولون. يلا يلا لفت الحين، أبشر. وش اللي صار بغيابي؟ مين؟ ايش قال؟ رد عليه قل يا هوست اعطى كيك. لا برد عليه المرة الجاية بقول ايه لو سمحت مع مستشعر الله لا يهينك ومتعقد حق الرجول عشان يكمل الاسهم يعني، ومايكرو يكون افضل. لا لا، انا اشوف امن المعلومات عشان نجيب نست بسرعة. صح ممكن دبل هاي كاليبر دبل اف ام جي. سلام اوه عليك. اهلين سواليف. مرة سواليف. طيب بسم الله بدأ الجيم الحين، والكل والكام على بروتكشن. اللي تسمج عليه شوي. ايه خلينا نشوف ايش انا اللعبة. عارف انه هو عنده مدفة بي يا ماسك عيني، إلى الآن ماسك، يحاول يبش. حافظين كلام أوكي دقدق جدا. هذا طلع عليه وقلتني ما طلعت ديور. فش عليهم فش عليهم اللي سيد. طرور. وين لقط؟ قوية دمجت. أوكي كلان إي إكس. ترى غلط جدا من اللي أعرفه أنا كنفسه أو رأي شخصي، إنه ماب سلمس ما أظن إنه يصلح في المسكات. لازم تكون يعني مسكاتك اقل شيء نص، ما تمسك رسبون، لان مسك رسبون راح يكون بش عليك سهل. اي رود والله، ما ادري انت رود ولا لا، بس حيو. شو اسمه؟ لا سواليف يا عبد العزيز سواليف. شوف، اقول لك سلمز في مسكات. مين قال لك ما في مسكات؟ في مسكات، لكن لا اذا لا كان اذا اقول كانوا لك متفاهمين. اللي يلعب ما في يا عيني صعب. يا عيني، بروتكشن يا مجنون. نحط الكام على شوي نشوف. اوكي الحين باقي واحد من كلان اي اكس، واحد من كلان دق دق، وتواجهوا.
رجع الهيل ثاني. هذا مع كردايت وهذا مع يتم عليه يجيب قس يا الله ويرجع يصيده بروتكشن كلهم قسوا ترى اي وحرفيا ضيعوا كلهم بس الافضليه للسق حرفيا لانه بسرعه يرجع الايم ويرجع السلاح لانه كردايت يطول شوي طيب يا ابوي بروتكشن كل شيء حاط خلاص خلينا نروح نحط راح ثاني ايه لا شوف شوف لعب كلان الثاني يحول على كلان دقدق شوف مسكاتهم كيف لا لا انا اتكلم في البدايه اول ما يبدا الران ايه هو دف 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 والله يا دف حريه حرفيا يا عيني مدرع من نصف سنايبر مدرع من نصف سنايبر يا ساتر ما شاء الله تبارك الله حرفيا عدى بسنايبر وتوقع لقطته يستاهل اللقطه بكل جداره صدق راح عدى والله عدى شوف شوف الشال الاول قدم والحين يشيل الثاني بسنايبر هذا احتراف يعني واحس ان شوي اهانه يعني فيه شويه اهانه للكلان اللي ضدهم ان واحد يدرع عليكم بسنايبر ولا تقدرون تشيلون انتم معكم رشاشات لا لا انا شوف ما اشوف فيها اهانه انا شفت فيها السود صار ما نزل من تحت الدوار ثبت مكانه ومعطيه للي يحيى ما يعرف بروتكشن دف دفة عنيفة نفس دفة قبل شوي دمجه شوي يدف عليه يا عيني والله يخلاه يسيد والله يخلاه يسيد حرام اخذ الاربعة صفر الحين ب مو بجداره اللي بعدها انا من ناحيه بعد لقطه سنايبر وانا احس احنا والله هذا ما قصر صراحه والله هذا ما قصر شوف شوف يلقط لك الاول شوف يلقط لك الثاني الثالث الرياكشن شوف 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 كيف سيد الرابع الرابع اقسم بالله خلاه يضرب سيده هذه كفيله والله عن لقطه السنايبر اللي قبل شوي اربعة و ثلاثة ما شالوه والأخير يشيل عشان مدمج والله مرة قوية اللقطة دي حاليا الأفضل يا رغد أنت رغد نفسها اللي نعرفها ولا رغد واحد ثانية وأنت يا نوار تعالوا مجموعة نحتاج تعطينا واحدة التصويب بسرعة طيب الحين لك ال 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 الماب عندك كلان دقدق حس ارسنال خلاص اتوقع 3-0 كلان اي اكس يجي والله كررت كثير الجولات اللي قبل ايه ذكرني بكلان جرين لايتس وانزكس كانوا يعني لا يبكى الله أقوياء لكن ايه صراحة لعب اللعب اللعب جميل خذ فايرنج الحين ضرب فايرنج معكم القوي كمل قوتك وخذ من الجيم 4-0 عشان تكون نتيجة قوية لصالحكم يعني تتأهلون للنهائي ان شاء الله ودقدق يمديكم ترى يا حبيبي مصعب بالله كم سترايداتك اللي سويتها في ميليشيا عجبتني بالله عيدها من جديد والكام عليك اول راوند بنحط الكام على يا رب حدث خطا في التطبيق للمره مليون انا عرفت ايش المشكله عرفت ايش المشكله ايش المشكله اذا حطيت الكام على طول اول ما بدل بدلت بين اللعيبه يبدا يعلق يلا ما عليه دفت اي وتفعيل مباشره بدون مقايش بدون شيء على طول فعل اضمن يعني يا نوار بالله تعال مجموعة عطى واحدة انت صيف يوزع تعال 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 يرحم امك
عيني يا اخي احس دق دق احس يا اخي يلعبون ناقصين. منهم دق دق تحس ان اي في مشكلة يا اخي خلصون سريع والله حرام والله حرام. دخلنا كود كاميرا دق دق جرب شو لفت بي لف المتاد فايرنج قبل ان واحد يلقطونه. يا عيني يا عيني يو يا مجنون يا مجنون يا مجنون متقدم بواحد اي اكس متقدم باثنين 2-0 اتوقع خلاص الكام يا طويل العمر سلامة. انا مجمع برضو اتوقع احمد ربي والله اني ماني قاعد العب قاعد العب مش بيوصل علي يا الفراق دق دق شدوا 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 من اول كذا يا عيني يا عيني يا عيني احس مفروض من اول يدرسون التخطيط اللي ضدهم يلعبون عليه لكن ما كان فيه انتفاهم يعني كلان على اي اكس يرمي داش مجهز كلانه اربعة يشيل اول المنتج الثاني ابوي دقيقة خلوني اغير شاشة غيرت شاشة نلقطه كلهم يا عمري يا عمري كلان دق دق فاهمين منظمين دمج الاول يرجع قدامه ثلاثة يلعب المضمون ايه يلعب المضمون مع خشبة تحديد كردايت جاي من الكفرات مقدم يقدم ولا داور رجع بالتحديد تحسه شوي مرتبش لا لا احس جا 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 طلعهم تقدم تقدم هاي غلطة اتوقع وعمري صاد الاول يلقط الاول يلقط الثاني ولا لا يلقط الثاني يلقط الثاني الو اوه ايتي باق دقيقة 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 شوف من جوارك سريع شوف من جوارك ايتي باق شوف من جوارك يعني اتأكد على البث عشان لا يكون في ظلم تأكد من البث سريع وتبق وتأكيد التطبيق موجودة يتوقف الجيم توقف الجيم دقيقة خلاص تأهل كلان اي اكس يبقى عليه راوند بالجيم ولا جيم كامل عليه جيم طيب دقيقة تم تأكيد اتباعك حبيبي شروط مبدعية بسهولة واتوقع انك عارفها يا عزوز تبقوا كلان دق دق على اي اكس طيب شوف انا ارسلت لك سلو موشن حقها شوف خليني اتأكد
مو ما تبقى هو مو بقصده ان تيباق معروف، لا قصده انه طلق الجثه. طلق الجثه ممنوع من اول حاطينه بالقوانين. عليه راوند، اجل عليه راوند حاليا 3-2 صار هي اكس، وعليها راوند اللي هي طلق الجثث يعتبر اكس متاهل. يعني ما قاعد اقول شيء غلط ولا عندك اي اعتراض يا عبد العزيز؟ اذا في اي اعتراض لا لا انا شفته بسلو موشن، شفته واضحه. طلق على جثته وشكل اخويا نبهه ورفع السلاح. ايوه انا تنبيه، اتوقع انه كان شيء واضح انه طلق على الجثه. يعتبر كلان، معليش كلان اي اكس هو ماخذ راوند. يا جماعه اللي من اللي قاعدين يلعبون الحين، اذا في احد من اللي قاعدين يلعبون في البث قولوا الهوست يوقف جيم. الهوست يوقف جيم لو سمحتوا. كذا ولا كذا اصلا كلاني اكس ما اعطانا فرصه نوقف جيم، حرفيا ما اعطانا فرصه. وكلان دي جي كلاني اكس تاهل. بس يا جماعه اللي قاعد يشوف البث وعنده جولات جايه، اي طلق على الجثه راح تخسر راوند مباشره، راوند لهم. كذلك التباق راح يكون عليها راوند جيم. اتمنى انه ما اتفاهم معه، بس اتمنى ما حد يجي يا جماعه ويقول انه ما اعطيتهم مجال او كذا. والله العظيم انا اصلا ما مداني ارسلت بالجروب وقفوا جيم الا اشوف الجيم انتهى عندهم. عموما مبروك كلان اكس، هارد لك يا كلان دقدق، ان شاء الله جايات اكثر و ان شاء الله بينزل جدول قريب بعد نهاية جولات اليوم كلها، بينزل جدول قريب على الدور الجاي إن شاء الله. دقيقة أشوف الجماعة اللي هنا. يا حبيبي حبيبي حبيبي، هو طلق على الجثة. حلو، أنا كتبت وقف جيم في الجروب وانتم ما اعطيتوا المجال اصلا، انتم جبتوا الراوند بنفسكم. بس يا جماعة انتبهوا، يا جماعة انتم مرتبين، وانتبهوا يروح راوند من طلق الجثة بالغلط. انتم منظمين والله، ايه انا اقول لكم انتم منظمين وكلانكم حلو، تنظيمكم حلو، تنسيقكم حلو، لا يروح منكم راوند. شاكر يا حبيبي، وعقبال الجايات ان شاء الله. يلا نستأذنكم يا جماعة. يا الله وش اللي قاعد يصير؟ الو شاري، الو يا ابوي وش البوسات اللي جت؟ شاكر يا ابوي حصل خير. ان شاء الله، بس دقيقة اصبر، ما فيني هنا اقفل. دقيقة اصبر اصبر دقيقة. وش كلانهم هم اي اكس صح؟
خلاص سجلت عندي ان شاء الله. متى الجولة الجاية اللي بنبث فيها؟ الساعة كم؟ عندنا جولة الساعة 9، عندنا الساعة 10 و12 و10 الساعة 1، إن شاء الله بنكون موجودين. بس أتمنى يكون البث يعني واضح، لأنه أمس جت أغلاط في تويتش، في ناس علق عندهم. إذا اليوتيوب كويس استمرينا فيه، تبون نرجع تويتش رجعنا، ما عندنا مشكلة عادي. تسويت بنروح نحط تسويت في الانستا، لا بسأل الموجودين تويتش الحين في تويتش ولا يوتيوب، نشوف الاكثر اللي يأيدون عشان نعرف ايش يكون البثوث عليه. دقيقة. يلا يا جماعة اللي في البث، نستأذنكم إن شاء الله، نقابلكم إن شاء الله في البث الجاي 10 أو 9، والله ما ندري بالضبط، بس حولها إن شاء الله.